الصعوبة في ألعاب الفيديو شيء جدا مهم، لأن الصعوبة يعني تحدي، يعني منافسة، وهذه الأشياء تزيد متعة الألعاب بشكل جدا كبير. بس في بعض اللاعبين ما تعجبهم مستوى صعوبة الألعاب اللي موجودة حاليا ويشوفوها جدا سهلة بالنسبة لهم، فبيخترعوا تحديات خاصة فيهم عشان يزيدوا صعوبة الألعاب. وبعض هالتحديات اللي يخترعوها تكون جدا صعبة وما تخطر على بال أي أحد. فهذا موضوع فيديو اليوم، أصعب 10 تحديات سووها اللاعبين في تاريخ الألعاب. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز ب $500 واللي كان على آخر فيديو توب 10، والفائز معنا هو عمار، إن شاء الله ألف مبروك. والجيفوي الشهري الجديد أيضا على $500، إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وقبل أن نبدأ في الفيديو خلني أحكي لكم عن أفضل موبايل للجيمينج موجود في العالم حاليا، واللي هو موبايل جالكسي زد فولد 5 اللي ماسكه بين يدي، واللي بدعم شاشة قابلة للطي رائعة. مواصفات الموبايل خارقة، بدعم معالج سناب دراجون 8 من الجنريشن الثاني و12 جيجا بايت رام، واللي هي أقوى شيء موجود حاليا، وبدعم شاشة موبايل ضخمة بحجم 7.6 إنش. فتجربة لعب الألعاب على موبايل بهذه القوة وبهذه الشاشة جد رهيبة. ومو بس الألعاب، أيضا تجربة مشاهدة فيديوهات يوتيوب أو تتابع أفلام أو مسلسلات على هذه الشاشة رائعة. وأحد أكثر الأشياء اللي عجبتني في الموبايل هي ميزة المالتي تاسكينج، تقدر تقسم الشاشة الكبيرة إلى شاشتين وتفتح برنامجين مختلفين بنفس الوقت، يعني تقدر تفتح فيديو يوتيوب على شاشة وتفتح واتساب على الشاشة الثانية. وإذا تكلمنا عن سامسونج لازم نتكلم عن الكاميرا، الموبايل بيدعم 3 كاميرات توصل دقتهم إلى 50 ميجا بكسل. فإذا ودك تعرف معلومات أكثر عن موبايل جالكسي زد فولد 5 شيك الرابط اللي موجود في الأسفل، ويلا خلنا نبدأ في الفيديو. طيب خلنا نبدأ في المرتبة 10 مع لعبة اسمها بيرا كيريل، واللي سوت شيء جدا مجنون. هاللعبة ختمت لعبة ألدن رينج واللي تعتبر أحد أصعب الألعاب اللي موجودة في العالم، بس ما ختمتها بشكل عادي باستعمال كنترولر أو ماوس وكيبورد مثل معظم الناس، لا بل ختمتها باستعمال مخها أو دماغها حرفيا. اشترت جهاز اسمه EEG، وهذا الجهاز تحطه على راسك ويقرأ حركة الخلايا العصبية في مخك، وهالجهاز موجود في كل المستشفيات وتقدر تشتري واحد لبيتك، والهدف منه انه يقرأ حركة المخ عشان يشوف اذا في اي مشاكل او امراض. المهم اللاعبة بيرا كيريل اشترت هالجهاز وحطته على راسه ووصلتها بالكمبيوتر، بعدين حملت برنامج يحول قراءة هذا الجهاز بالكمبيوتر الى حركات في داخل اللعبة. كل عليها تسويه انها تتخيل اشياء والجهاز رح يحول هذا التخيل الى حركة في اللعبة. For attacking, I'm imagining pushing something heavy really forward. For healing, I'm imagining something falling on top of my face. طبعا المشي والتنقل كان باستعمال كنترولر عادي، بس اي حركة ثانية نفس الضرب، الدفاع، الهيل واي شيء ثاني كان باستعمال هذا الجهاز، اي باستعمال مخها. والشيء المجنون انها ختمت اللعبة بالكامل باستعمال هذه الطريقة. ولعبة Elden Ring جدا صعبة، في كثير ناس ما بيقدروا يختموها باللعب الطبيعي اصلا. في المرتبة 9 عالم لعبة ماينكرافت جدا كبير، حجم عالم اللعبة 3600 مليون كيلومتر مربع، أي أكبر من الكرة الأرضية ب7 مرات. فمن كثر ما هو كبير بعض الناس متوقع أنه ما في نهاية للعالم، بس لا العالم له نهاية، لأن صانع لعبة ماينكرافت اللي اسمه نوتش قال في نهاية لعالم ماينكرافت في منطقة جدا غريبة اسمها The Farlands أو الأراضي بعيدة، وهذه شكلها مثل مشايفين، وهذه حرفيا نهاية عالم ماينكرافت. ومطور اللعبة قال عشان توصل لهذه المنطقة لازم تبدأ عالم جديد وتضل تمشي 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 لعدة شهور حتى توصل له، فقال مستحيل أي شخص يوصل لهذه المنطقة. بس في لاعب باسم كيلو كريزي مان قال خلوها علي أنا قد التحدي، وفعلا بدأ سيرفر جديد في ماينكرافت وضل يمشي ويمشي ويصور ويحمل فيديوهات لمدة 4 أشهر. تخيلوا يوميا يلعب ماينكرافت
ماينكرافت فوق 10 ساعات، وكل اللي يسويه انه يمشي فقط، وكان يصور كل لعبة ويرفعها على اليوتيوب، وكان كل ما يمشي اكثر ويوصل مسافة ابعد اللعبة تعلق عليه اكثر واكثر، لان نظام اللعبة ما هو مصمم لان شخص يمشي كل هذه المسافات. المهم بعد 4 اشهر او 120 يوم وصل الى حافة عالم ماينكرافت او The Farlands. في المرتبة الثامنة في عام 2016 نزلت لعبة باسم بوكيمون جو. اللعبة نزلت على الموبايلات وكانت فكرتها جديدة عن أي لعبة ثانية بهذاك الوقت، واللي هي لازم تصيد بوكيمون بس في أماكن حقيقية. واللعبة انشهرت بشكل جدا كبير وقتها، عدد تحميلاتها فوق 1 مليار تحميل، فكنا نشوف كثير ناس تتمشى بالشوارع عشان تدور بوكيمون، ولو كان في منطقة فيها بوكيمون نادر رح تلاقي زحمة جدا كبيرة فيها. المهم في شخص عجوز عمره 74 سنة اسمه سانين، وهذا العجوز هو من أعلى 100 شخص في العالم مجمع بوكيمونز، مجمع عدد جدا كبير، والسر انه بيلعب اللعبة باستعمال 64 موبايل. مثل ما شايفين بيلعب بدراجة، وعلى الدراجة حاطط قدامه 64 موبايل، وبيلف المدينة بالدراجة عشان يدور على بوكيمون ويصير يصيدهم بال64 موبايل، ومركب بطارية كبيرة أسفل الدراجة عشان تشحن الموبايلات طول الوقت. وفي أحد المقابلات قال إنه بيلعب يوميا قريب 20 ساعة، 20 ساعة قاعد يلف الدراجة يدور بوكيمونز، فعشان كذا محطم رقم قياسي ومجمع عدد كبير من البوكيمونز. في المرتبة السابعة ما عنا لاعب سوى تحدي أو رقم قياسي، لا بل عنا مجتمع كامل للعبة حطم رقم قياسي مستحيل يصير مرة ثانية في الألعاب، واللي كان في لعبة إيف أونلاين، واللي هي لعبة فضاء جد ضخمة. اللعبة فيها عدة كواكب ونجوم ومجرات بأكملها تقدر تتنقل بينهم، وطبعا اللعبة أونلاين فيها عدة لاعبين أونلاين تقدر تقابلهم، في كلانات، فرق، متاجر تشتري منها، في حروب بتصير وأشياء ثانية كثير. المهم في عام 2014 صارت أكبر حرب في تاريخ اللعبة، كان اسمها Bloodbath of BR5RB. من كبر هذه الحرب لو كتبت اسمها على جوجل رح يطلع لك تعريف من جوجل لهذه الحرب الضخمة. شارك في الحرب 55 فريق أو كلان، الكل قاعد يفجر في بعض، وعدد اللاعبين كان 7548 لاعب، والرقم القياسي اللي حطموه هو إنه هذه أغلى حرب في تاريخ الألعاب. الحرب كلفت 330,000 دولار أو ما يساوي 1,000,000 ريال سعودي. الحرب كلفت كل هذه الفلوس لأنه تدمر فيها عدة سفن وقواعد فضائية، وهذه السفن والقواعد تشتريها بفلوس حقيقية من اللعبة نفسها، فتم تدمير سفن وقواعد فضائية بهذه التكلفة 1,000,000 ريال سعودي تقريبا. كل هذه الفلوس بس عشان شوية خلافات في داخل اللعبة. في المرتبة السادسة في يوتيوبر اسمه هاييت سوى تحدي جدا صعب في لعبة أساسن كريد، والتحدي هو انه قدر يختم لعبة أساسن كريد بالكامل بدون لا ياخذ ولا ضربة واحدة في اللعبة. تخيلوا لعبة الهدف منها انك تقاتل الأعداء، وين ما تمشي في عالم اللعبة رح تلاقي أعداء رح يحاولوا يضربوه، بس هذا الشخص قدر يختم لعبة كاملة بدون لا ياخذ ولا ضربة. أوه عفوا، ما أقصد لعبة أساسن كريد واحدة، لا بل أقصد جميع ألعاب أساسن كريد، 12 لعبة ختمهم جميعا بدون لا ياخذ ولا ضربة في ولا واحدة من ال 12 لعبة، شيء جدا مجنون. اليوتيوبر هاييت قال انه هذا التحدي اخذ منه 9 اشهر، بدأ في عام 2021 وانتهى في عام 2022، ووقت اللعب في الألعاب كلها كان فوق 1,000 ساعة، ومحمل على قناته على اليوتيوب فيديو تختيم لكل لعبة من الألعاب عشان تشوفوا كيف قدر يسويها. كان لعبة يعتمد بالكامل على التخفي والجاسوسية، ما كان يواجه الأعداء أبدا. أنا بالنسبة إلي ما أقدر أعدي مهمة واحدة في أساسن كريد بدون لا أخذ ضرب من الأعداء. في المرتبة الخامسة في شخص اسمه ميس بلايز سوى 3 تحديات جدا صعبة مع بعض. التحدي الأول هو إنه ختم لعبة
دارك سولز 3 بدون لا ياخذ ولا ضربة. ممكن حد يقول انه وين الانجاز؟ الشخص اللي في المرتبة السابعة ختم 12 لعبة اساسن كريد بدون ولا ضربة. هنا قاعدين نتكلم على لعبة دارك سولز 3 اللي تعتبر من احد اصعب الالعاب اللي موجودة في العالم. ألعاب أساسن كريد كلها ما تسوي شيء قدام صعوبة دارك سولز. وخذوا الكبيرة، التحدي الثاني ختم اللعبة باستعمال كنترولر جيتار. إيه اللي سمعتوه صحيح، استعمل جيتار مصمم للعبة اسمها جيتار هيرو ووصلها بلعبة دارك سول وصار يتحكم في اللعبة عن طريق الجيتار، واللي يعتبر جدا صعب لأنه هذا الجيتار مصمم للعبة واحدة وصعب تلعب فيه أي لعبة ثانية وبالذات لعبة دارك سولز. يعني لعب في كنترولر صعب وختم اللعبة فيه وما أخذ ولا ضربة طول الجيم. ومو بس كذا، لا، التحدي الثالث اللي سواه هذا المجنون إنه ختم اللعبة سبيد رن، يعني بوقت قياسي ختم اللعبة بالكامل بأقل من 5 ساعات، مع إن اللعبة تحتاج قريب 30 ساعة عشان تختمها. من جد هذا الشخص مجنون، ختم اللعبة بكنترولر صعب وبوقت قياسي وبدون لا يأخذ ولا ضربة. في المرتبة الرابعة لما نتكلم عن ألعاب سوبر ماريو على طول نتذكر شنب ماريو، ملابسه الحمراء، الأميرة، الشرير باوزر، وأيضا العملات الذهبية أو الفلوس. في جميع ألعاب سوبر ماريو وين ما تمشي راح تلاقي فيه فلوس أو عملات ذهبية لازم تاخدها وراح تفيدك بكثير أشياء. بس في لاعب أو يوتيوبر اسمه سيف جيمينج قرر أنه يختم لعبة سوبر ماريو بروز يو بالكامل بدون لا يأخذ ولا عملة واحدة، وهذا التحدي أصعب بكثير مما بتتخيلوا لأن العملات موجودة في كل مكان في هاللعبة، وين ما تمشي في أي طريق في عملات لازم تاخذها، حتى في بعض الأماكن الواضح منها أنك مجبر تاخذ العملات، ما تقدر أنك تعديها بدون لا تاخذهم. بس كان يلاقي حل دائما، كان يرجع إلى مهمات قديمة في اللعبة ياخذ منها خصائص المفروض ما رح يحتاجها بعدين ويستعملها في هذه الأماكن عشان يعديها، نفس بدلة الطيران أو في ميزة الطيران أو الهليكوبتر، أو مثلا هنا هذه المهمة مستحيل يعديها بدون لا يأخذ العملات، بس لو صغر نفسه ولعب بسوبر ماريو الصغير راح يقدر يعديها. وأكثر مكان عانى فيه وكان شبه مستحيل إنه يعديه هي هذه المرحلة، لأنه لازم يطلع بالبايب فوق عشان يعديها والطريق كله عملات مثل ما شايفين. حاول عدة طرق بس كلها فشلت، بس قدر يسويها باستعمال البدلة الطائرة مثل ما شايفين بشكل جدا رهيب. ومع هذه ختم لعبة سوبر ماريو بالكامل بدون لا يأخذ ولا عملة واحدة. في المرتبة الثالثة في حدث خاص للألعاب بصير كل سنة في أمريكا اسمه Games Done Quick، أو بالعربي تختيم الألعاب بشكل سريع، وأظن عرفتوا إيش يصير بهذا الحدث من اسمه. اللاعبين من جميع أنحاء العالم بيجتمعوا فيه عشان يتحدوا بعض مين يقدر يختم الألعاب بشكل أسرع. المهم في هذا الحدث كان في مسابقة مين يقدر يختم لعبة The Legend of Zelda بأسرع وقت ممكن، وكان في عدة لاعبين مشاركين في هذا التحدي، بس في لاعب اسمه رانر جاي فاجئ الجميع. وقت اجى دوره قال انه راح يختم اول مهمه في اللعبه بدون لا يشوف الشاشه، حرفيا غطى على عيونه بالكامل وختم المهمه الاولى في اللعبه بدون لا يشوف. كان اعتماده فقط على الصوت وعلى الحفظ لانه هو لعب اللعبه عده مرات فقدر يختمها بدون لا يشوف. بعدين هذا اللاعب قرر انه يسوي بث مباشر ويختم اللعبه باكملها بدون لا يشوف، وفعلا سوى هذا الشيء من بيته واخذت معاه فوق 20 ساعة، وانشهر هذا اللاعب وصار معروف انه هو الوحيد اللي يقدر يسوي هذا التحدي. بس في عام 2021 اجى لاعب وغطى عليه، اجى لاعب اسمه بابزيا ختم اللعبة بدون لا يشوف وهو مغطي على عينه بالكامل، وفوق كذا ختمها سبيد رن بوقت قياسي 35 دقيقة فقط، بينما رانر جاي اخذت معاه فوق 20 ساعة. وهذا اللاعب بابزيا ختم عدة العاب وهو مغطي على عينه، مو بس لعبة زلدة، شيء جدا مجنون. انا ما اعرف العب اللعبة اذا كانت الجودة سيئة، بينما هذول عم يختموا العاب بدون لا يشوفوها اصلا. في المرتبة الثانية ألعاب شركة From Software اللي هي أجزاء Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, Bloodborne وغيرهم معروفة بأنها جدا صعبة ومو أي أحد يقدر يلعبهم. كثير لاعبين حاولوا يختموا هالألعاب وفشلوا.
بس في كم لاعب جدا محترفين في هالنوع من الالعاب وبيقدروا يلعبوها ويختموها بكل سهوله، لدرجه انهم صاروا يلعبوها بطرق غريبه. نفس البنت اللي في المرتبه العاشره اللي ختمت اللعبه باستعمال جهاز يقرا مخها، او اللي في المرتبه الخامسه اللي ختم دارك سول باستعمال جيتار. وفي عده طرق غريبه ثانيه لعبوا فيها اللعبه، بس في شخص اسمه سوبر لويس ختم هالالعاب باغرب طريقه ممكنه. ختم لعبه دارك سول 3 والدن رينج باستعمال الموز. اي مثل ما سمعتوا، وصل اكثر من موزه بشرائط كهربائيه. وبما ان بعض الفواكه والخضروات بتمرر التيار الكهربائي نفس البطاطا المانجو والموز، فقدر يشبك الاسلاك الكهربائيه من الموز الى الكمبيوتر ويستعملهم كجهاز تحكم للالعاب. Movement's really simple. Forward banana, back banana, left banana, right banana, attack banana. We got dodgeable banana. We have horse banana. وباستعمال الموز قدر يختم أحد أصعب الألعاب الموجودة، Dark Souls 3 و Elden Ring. واللاعب سوبر لويس قال إنه التحدي كان جدا سهل، بس كان في مشكلة واحدة، إن الموز عفن وطلعت ريحته بعد ساعات من اللعب. في المرتبة الأولى عنا أحد أعظم الإنجازات في لعبة ماينكرافت وأحد أعظم الإنجازات في تاريخ ألعاب الفيديو. وهالإنجاز سواه لاعب أو يوتيوبر لماينكرافت اسمه كريس داك. طور الكرياتيف في لعبة ماينكرافت بيسمح لك تبني أي شيء يخطر في بالك، وشفنا عدة فيديوهات على اليوتيوب لناس بنوا أشياء جدا رهيبة وجميلة في لعبة ماينكرافت. وسويت فيديو السنة الماضية تكلمت فيه عن لاعبين قاعدين يعمروا الكرة الأرضية بالكامل في داخل لعبة ماينكرافت بالتفاصيل. ممكن تقول لنفسك الآن إنه هذا أكبر إنجاز، مستحيل أحد يسوي إنجاز أكبر من كذا. لا، اللاعب كريس داكو بنى الكون والفضاء بالكامل في داخل ماينكرافت. مثل ما شايفين، الشمس، كوكب الأرض، كوكب زحل، جميع كواكب مجرتنا، ثقب أسود، نجوم وأشياء جدا رهيبة عمرها لوحده في ماينكرافت. طبعا هو بنى وعمر كل شيء تم استكشافه في الفضاء إلى يومنا الحالي. اعتمد على الصور اللي تنشرها وكالة ناسا ووكالات فضائية ثانية في العالم. ومثل ما شايفين، مجرة درب التبانة، المجرة اللي نحن فيها، بناها في الكامل في ماينكرافت، وبنى عدة مجرات ثانية، وكان اعتماده كله على صور حقيقية لهذه المجرات. شكلها جدا خلاب وجدا جميل، وقال إن بناهم على مدى شهرين 60 يوم، ما يسوي شيء غير إنه يلعب ماينكرافت طول اليوم ويعمر المجرة. وبكذا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا في التعليقات إيش أفضل تحدي عجبك ذكرته في هذا الفيديو. ولا تنسوا تشيكوا الرابط في الوصف عشان تعرفوا معلومات أكثر عن موبايل جالكسي زي فولد 5 من سامسونج، الموبايل الأفضل للجيمينج بعام 2023. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.